أثار أحد خطباء صلاة العيد في السعودية اليوم جدلاً بحديثه عن المرأة العاملة بالتي تأكل بثدييها، داعياً جميع النساء إلى عدم الاستجابة لدعوات المبطلين والعمل في مجال البيع. هذا الأمر قابله المغردون باستنكار واسع مطالبين بمحاسبته. ما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العفة والشرف، فهي لا تستجيب لدعوات المبطلين لتصبح بائعة تخالط الرجال، لأنها تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها. نتابع هذا الموضوع مشاهدينا، وينضم إلينا حوله هاتفيا من مشعر منى وزير الشؤون الإسلامية دكتور عبد اللطيف آل الشيخ. دكتور، بداية أرحب بك معنا في نشأة التاسعة، وكل عام وأنت بخير. يعني سأترك الهواء لك بداية لنسمع تعليقا منك على موضوع أو مضمون هذا الخطبة. أولا حياك الله وحيا الله المستمعين والمستمعين والمستمعات، وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وأهني أيضا مولاي خادم الحرمين وسمو ولي عهد الأمين والشعب السعودي وجميع أبناء العالم الإسلامي بهذا العيد المبارك. ما تدور اليوم في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من خطبة يعني تحدث فيها المتحدث بأسلوب لا يتناسب وليس يعني أسلوبا شرعيا ويخالف توجهات الدولة والوزارة وتوجهات علماء بلدنا المملكة العربية السعودية، أريدكم بالآتي: أولا، أن المكان المقام فيه صلاة العيد غير مخصص للصلاة، حيث أنه عبارة عن أرض فضاء وتم تهيئته من قبل بعض الأشخاص في حي من أحياء شمال جدة كما ذكر في إقرار المتحدث. ثانيا، إقامة هذا المتحدث لصلاة العيد من غير إذن رسمي أو تعميد من قبل إدارة المساجد في جدة، وتجاوز بخطبته وتعديه على هذا العمل الحقيقة وبهذا الأسلوب الفج، يخالف الأنظمة والتعليمات ويخالف المنهج المعتدل الوسطي الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين سمو ولي عهد الأمين الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي وعلماء البلد ولله الحمد. المذكور ليس من منسوبي الوزارة وليس هو إماما أو خطيبا رسميا، وكل ما قام به هو تطفلا على العمل وعلى الخطابة، وأيضا المكان لم يؤذن فيه، هو مكان عام وليس من المساجد أو المصليات التي أذن بإقامة الصلاة فيها، ولأجل ذلك يعتبر هذا عمل غير مقبول وعمل فيه خطأ جسيم وتجاوز. والحقيقة الوزارة سترفع الآن، تم تشكيل لجنة وتم أخذ إفادة المتحدث، ويعني سترفع رأي اللجنة مع إفادة المتحدث إلى الجهات المختصة في إمارة منطقة مكة المكرمة بخطاب مني شخصيا لاتخاذ اللازم تجاه مثل هذا العمل اللامسؤول. نعم، إذن هو بصدد المعاقبة والمحاسبة كما فهمت منك دكتور. يعني هل نتوقع أيضا أن تتعامل الوزارة مع كل من سيسيء أو يحمل إساءة في خطاباته للمرأة أو لغيرها بنفس الطريقة اليوم؟ هذا تجاوز أصلا على الدين قبل أن يتجاوز على صلاحية وحدود الأنظمة.
وهذا خطأ جسيم، وما قال فعلا تجاوز وقول حقيقة يجب أن يؤاخذ عليه، والقضاء إن شاء الله سيقول كلمة في هذا الأمر. وما قام به هو تصرف فردي وتصرف من بعض الأشخاص الذين سهلوا له هذا العمل، وسيكون إن شاء الله عرضة للمساءلة. والحمد لله الدولة قوية والسلطة قوية وهيبة الدولة مصانة، وسيظل ذلك إلى إن شاء الله ما شاء الله سبحانه وتعالى. ومعاملة كاملة ستحال الليلة إن شاء الله إلى إمارة منطقة مكة المكرمة لسمو الأمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين باتخاذ ما يرى مناسبا لردع هذا وأمثاله من التجاوز والافتئات على السلطة وعلى وزارة الشؤون الإسلامية. والوزارة لا تقبل مثل هذا الطرح مطلقا، ولم يحصل مثل هذا الطرح، ولن يحصل إن شاء الله. نعم، ومن حصل منه فهناك إن شاء الله الأنظمة والتعليمات التي تحفظ حق الوزارة وتحفظ حق أيضا المواطن بجميع فئاته إن شاء الله. اتضحت الصورة، وأنا أشكر لك حضورك ومشاركتك الهاتفية معنا بنشرة التاسعة. حدثنا من مشعر منا إذن وزير الشؤون الإسلامية دكتور عبد اللطيف آل الشيخ.